هذا السائل ألف ألف من موريتانيا يقول: هل تجوز الصلاة في المساجد التي تحيط بها القبور حيث أن المسجد بني قبل أن يبنى القبر؟ فنرجو منكم التوجيه. إذا كان القبر داخل المسجد أو متصلا به فإنها لا تجوز الصلاة فيه حتى يزال هذا القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومعنى لا تتخذوا القبور مساجد أي مصليات صلى عندها، سواء كان هناك بناء مسجد أو يصلي عندها بدون بناء، هذا من اتخاذها مساجد، الصلاة عندها من اتخاذها مساجد، وهو وسيلة من وسائل الشرك، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إلى غير ذلك. أما إذا كانت القبور منفصلة عن المسجد، بينها وبين المسجد طرقات ومنفصلة عنه، فإنها لا تؤثر على المسجد، ولا مانع من الصلاة في هذا المسجد لأنه منفصل عن القبور بطرقات أو فضاءات تحول بين القبور وبين المسجد، يكون المسجد على حدة والقبور على حدة. نعم.